وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه هيعلن الحرب. أنتوا لا هتحاربوا ولا هتنيلوا. اسمع كلام اللي بقولك عليه. بعد يومين أنتوا جايلكوا وزيرة الخارجية الأمريكية، هتقعد وهتتكلم، وناس لابسة بدل وجرافطات رايحين جايين قدام الكاميرات، وفي النهاية هيحصل إيه؟ تبادل أسرى. أنتوا تاخدوا الناس بتوعكم وهما ياخدوا الناس بتوعهم، وخالته وخالتك وتفرقوا الخلاف. طب وانت عايز التمانية دول تعمل بيهم ايه؟ ما تصحى معايا امال. انا احب اللي يتكلم معايا يبقى فاهم. بصوا ما اقولك، لا دول اثروا حد ولا دول اتاثر منهم حد، والاتنين بيلعبوا على بعض وعلينا. انا عملت ايه؟ دخلت اللعبه دي، هطلع لي برشين واخويا عفادية يطلع له 200,000 دولار. انا كان ممكن اشتغلها قطاعي واتفق مع كل واحد لوحده، واطلع انا بالغله كلها، بس قلت اديها لك مقاوله. انت تجيب الناس وتتفق معاها وتخلص، وربنا يبارك لك في 200,000. قلت ايه؟ بس دي لعبه كبيره قوي مستر ناجي. انا عمري ما العب لعبه صغير. بقولك ايه، لو مش قد الحكايه ولا اكن قلت لك حاجه. لا لا، ايه ده؟ ده انت طلعت سرك باتا محترف. امال ناجي باشا جايبني ليه؟ ما هو بيدي العيش لخبازه. بس ناجي بيتاخر جوه قوي. ما يتاخر، احنا ورانا حاجه. انت زهقتي مني ولا ايه؟ لا مش مشكله زهق، بس مش عايزه تاكلي حاجه؟ لا ميرسي يا ابراهيم، مش عايزه. يبقى اجيب لك ايس كريم. ايس كريم؟ هو ده وقته يا ابراهيم؟ ايه المشكله؟ ده انا اول مره اعزمك على حاجه، ده الراجل اهو. انا هروح اجيب. عايزه شوكولاته ولا مانجا؟ اللي انت عاوزه. ماشي. يالدن هل تزوزي وشي تقبلي كدور براش بترمي عد كدك لا ده هي متسلكة وسهلة النهاردة بعون الله. بص يا دينا، جبنا 2 من غير حاجة، ربك لما يريد. استعانة على الشقة بالله. والناس اللي هجيبها دي أقول لهم إيه؟ ولا تقول ولا تعيد، أنت تسلمهم لي على الحدود وأنا هروقهم. طب ما تهز شوية السعر يا مستر ناجي. أنا هاخد على الراس 35,000 دولار، يعني كله 280,000 دولار. العملية كده تبقى خسرانة. بلاش منها خالص، بلاش من الحكايه دي. انا عايزك تربي زبون. الله، انت هتقفلي ليه من اولها؟ وبعدين انا رايح جاي على الخط، يعني لو عملنا لنا في السنه 200-300 اسير هتبقى تعشي تبارك الله فيما لازم. يا باشا اتاخرت علينا. وفادي أقدم لك الكابتن إبراهيموفيتش من قوات حفظ السلام معانا في الشغلانة دي. خليهم 6 بس يا باشا، في 2 خلصنا معاهم بره بـ2000 دولار. شفت الطمع بتاعك؟ هيضيع الشغلانة منك. لا 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 لا، أنا هجيب لك الـ8 دلوقتي حل وبالتليفون. طب والاتنين اللي اتفقنا معاهم يا باشا؟ يعني بص اسمع، راضيهم بأي حاجة ومشيهم. احنا خلاص اتفقنا مع عمك وفادية وعجب لنا الـ8، واحنا ناس ما بنرجعش في كلامهم. ماشي. بس اسمعوا فادية، أنا عايز العيال اللي هتجيبهم يكونوا لابسين لبس الجيش الإسرائيلي. بس إحنا ما اتفقناش على اللبس يا مستر ناجي. أنت عارف 8 أوفرولات بـ8 جزم يعملوا كام؟ يا سيدي ما جاتش على دي، خليها عندنا. بس اسمع، أنا عايز العيال اللي هتجيبهم
يبقى شكلهم قصر قصر، يعني اللي يشوفهم يقول دول قصر على طول. ها احنا لازم نشتغل بما ورد الله، يعني معروف. يا اهلا يا جمال. اقعد اقعد. قد ايه نفسي اشوفك من زمان، بس الحمد لله الظروف جات اهي. امرني يا فندم. عجبني موقفك قوي لما رحت اسرائيل. هو موقف عاطفي شويه يا جمال، بس انا دايما احب الناس اللي بتتصرف باحساسها. والله يا فندم انا عملت اللي انا مقتنع بيه سعادتك. انا عارف انك كنت ساكن قدام ناجي عطله في تل ابيب، وكنتوا قريبين قوي من بعض. والله يا فندم احنا ما كناش قريبين من بعض ابدا، بالعكس احنا كنا على خلاف على طول. انا عارف، بس يعني انا عايز اعرف المده البسيطه اللي قعدتوها مع بعض ايه رايك فيه؟ والله يا فندم هو يعني هو شخص محير جدا. انا شفت الاسرائيليين وهم بيتعاملوا معاه كانه واحد منهم، بيحبوه جدا وهو واخد عليهم قوي. ما استغربتش من الحكايه دي ابدا؟ استغربت جدا يا فندم وواجهته برايي. قال لك ايه؟ يعني سعادتك قال لي كلام عام، يعني زي ان احنا لازم نتعامل معاهم ولازم ندرسهم، يعني حاجات زي كده. ايوه. طب يا جمال انا عايز اعرف احساسك بمشاعره ناحيتهم. والله يا فندم انا ما اقدرش ااكد حاجه في المساله دي، بس يعني احساسي كده ان هو ما كانش بيحبهم ولا حاجه، كان بيمثل عليهم زي ما يكون كان ناوي على حاجه، أو يمكن سعادتك أنا اللي تمنيت إنه يبقى كده. شوف يا جمال، ده ناجي عطلة. فندم أنا شفت الصورة قبل كده وجالي الإحساس إنه هو طبعًا، بس يعني مش معقول يعني. كلنا قلنا كده. والله يا فندم بيخلق من الشبه 40. تفتكر يا جمال إيه أكتر حاجة بيحبها ناجي عطلة من عشرتك البسيطة معاه؟ الفلوس طبعا يا فندم. الفلوس. كده ما ينفعش يا ابو الكباتن، انت ما حطيتش لقمه بوقك من الصبح، هديك الدواء ازاي انا بقى؟ سيبني افرج.